نعم، أهمية هذه الاكتشافات هو حق أبحاث ودراسات حول جزء من موقع ليكسوس الأثري، هو يعود للفترة الفينيقية والمورية والفترة الرومانية، موقع من أهم المواقع القديمة بالمغرب. قلت يهم يعني جزء من هذا الموقع اللي هو الحي الصناعي، حيث توجد مصانع لتمليح السمك تمت فيها تنقيبات الثلاثينيات القرن العشرين من قبل باحث إسباني اسمه سيسار لويس لويس دي مونتالبا. ثم كانت هناك أبحاث لباحث إسباني آخر ميغيل تارابيل وباحث فرنسي ميشيل بونسيك، تم نشرها في الستينيات القرن العشرين. وبرنامج البحث المغربي الإسباني الحالي يهدف إلى تحيين المعطيات حول ما تم الكشف عنه في هذا الحي، وقيام بدراسات وأبحاث جديدة وفق منظور منهجي جديد فيه بالخصوص تعدد الاختصاص، يعني الاعتماد على باحثين أثريين وباحثين جيومورفولوجيين وباحثين من تخصصات أخرى لقيام بأبحاث ودراسات شاملة حول هذه المسألة.